تسمع صوتي. مايك شغال ولا مش شغال؟ تمام شغال، هو عشانهم مش عشانكم يعني، عرفت علي؟ ولا صوتي مش واضح؟ صوتي واضح اي ثينك. دكتورة سامعة صوتي؟ كويس، خلاص صوتي واضح، ممتاز. طيب ممكن اعرف، انا دكتور امجد طريفي باي ذا واي، انا دكتور مساعد في كليه الطب بالجامعه الهاشميه. انا اخصائي انف واذن وحنجره، اي ان تي، اير نوز اند ثروت، بس اطلع هون الكلمه الطويله هاي، اوتو راينو لارينجولوجي، كويس، او ار ال نختصرها، هي انف واذن وحنجره، ماشي الحال، المصطلح الطبي تبعها اوتو راينو لارينجولوجيست اند هيد اند نيك سيرجري، يعني جراحه العنق والراس. اوكي، بس ممكن اعرف البيسك تبعكم انتم ايش؟ هل في حدا فيكم بالميديكال فيلد ولا بيولوجي؟ لا، بايوتكنولوجي، نيرسينج، صيدلة، ما في أي حدا طبيب؟ مدسن. أوكي، الآن لأنه الحضور متنوع فالمحاضرة ما راح تكون سبيشاليزد كثير مدسن، راح تكون يعني تفيد الجميع، يعني المدسن والصيدلة والبيولوجي والنيرس والكذا كله راح يستفيد إن شاء الله، بس راح تكون المحاضرة من كل بستان زهرة، بمعنى يعني why do we need to know more about ear and nose and throat diseases؟ مع إنه العنوان عندكم do I need to know more، العنوان موجود do I need to know more about common diseases in ENT، okay، لكن أنا حولت العنوان لما جيت حطيت المحاضرة why do we need to know، yes because we need to know more about everything، مش بس عن ال ENT، okay، مش زي ما يعني هذا في كل شيء، يعني أنا كطبيب برضو بدي أعرف مش بس عن طبي، بدي أعرف كمان عن العربي وعن الإنجليزي وعن الرياضيات، هاي كلها skills by the way. إحنا we are humans, we are not robots, we are human being. إحنا بنعيش في كل هذه الظروف وكل هاي الأجواء، لازم أعرف عن كل شيء، لازم أعرف عن الهندسة، ولازم أعرف عن النيرسينج، ولازم أعرف عن الحرفية، ولازم أعرف عن كل شيء في الحياة، صح؟ زي ما بيحكي الحكيم زمان كان يحكي شو، اعرف شيئا عن كل شيء واعرف كل شيء عن شيء، أوكي؟ ف يعني هيك الناس تتطور. ترى العلم روحوا برا، انا كنت في يونيفرسيتي اوف اوكلاهوما، كنت في امريكا، اوكي، لما عملت الفيلوشيب تبعي الناس هناك بيعرف عن كل شيء، مش زي ما احنا نفكر تانل فيجن بس بتطلع بس هيك، انا بس طبيب شو بدي بالاشياء الثانيه؟ لا، بدك بالاشياء الثانيه، هذا اللي بيخليك طبيب احسن، هذا اللي بيخليك انسان احسن، في دايفرسيتي، اوكي، فهذا موجود في كل مكان في العالم، بس احنا ما بعرف ليش بنحب نفكر طريقه فيري ليميتد يعني. اوكي، طيب، ف we need to know more about ENT diseases because to be aware of disease processes، حتى نعرف ليش بتصير الديزيزز، ليش أنا بدي أعرف عن إيش، عن الأمراض، بدي أعرف كيف بتصير الأمراض، برضو بدي أعرف شو المسكونسبشنز، بلكي أنا عندي misbeliefs، أوكي، أشياء خطأ أنا بفكر فيها، ماشي، حتى أعرف شو المسكونسبشنز الموجودة عندي عشان أعرف أصلح تفكيري، لأنه إذا أنا بفكر خطأ باجي بعدين بعلم الناس خطأ راح ينتشر الخطأ، فبفكر صح لا بصلح للناس بنتشر الصح، صح؟ بعدين في أشياء بتتغير طريقة الـ way of thinking فيها، يعني زمان كانوا يفكروا بعض الديزيزز بطريقة مثلا يقول لك الواحد صار عنده التهاب لوز، هاي لوز هون نزلت، بعدين يكتشفوا لا بالأناتومي إنه هاي مش اللوز، هاي أنا يعني بدي أحكي مختلط بين يعني إنجليزي وعربي بس يعني بشكل أساسي عربي، كويس، إنه هاي lymph nodes، غدد لمفاوية، وليست اللوز هي بتكبر وبتروح، واعتقد في كثير منكم هسه بفكر اللوز نزلت، حتى انا بشوفهم من برا، مره اجتني ام طفل بتقول لي دكتور لما ينزل انا بشوفهم برا، شو اللي بتشوفيهم من برا؟ بتقول لي هيهم هون دكتور، لا هي مش بتشوفي، هاي لمف نودز، لانه اللمف نود واحدة من وظائفها انها بتعمل درينج، تصريف للالتهاب، تصريف، فاللوز لما يصير فيها التهاب والالتهاب بده يصير له تصريف بروح لللمف نود اللي هون، احنا بنفكرها لوز، كويس، بعدين بيجي بيحكي لك رفعوا لوزه، هو مش رفعوا لوزه، هو طاب الالتهاب فاللمف نود صغرت، ماشي الحال، ففكرناها ارتفعت، هي ما ارتفعت في الحقيقه، اوكي، طيب برضه تو كيب اور سيلفز ابديتد، في اشياء جديد تكتشف، علاج جديد، ديزيزز جديده تكتشف، وي هاف تو كيب اور سيلفز ابديتد، برضه هون بدي اعمل انا دعايه لتخصصنا، تو نو وات اوتو راينو لارينجولوجيست، حكيت لكم الكلمه الطويله اللي هو الاي ان تي سيرجن، اوكي، از كابابل اوف، شو ممكن يساوي؟ للأسف الشديد أنا بحكي عن الأردن، للأسف الشديد إنه وأنا كمان لما كنت طالب طب قبل ما أدخل تخصص الـ ENT، كويس، كنت أفكر الـ ENT عبارة عن لوز وإفرازات وبس، ماشي الحال، ورشحة ولوز وبس، للأسف لما دخلت الـ ENT اكتشفت لا إنه تخصص واسع جدا، أنا بدي أعمل دعاية للتخصص هسا، أوكي، فاكتشفت إنه تخصص واسع جدا بدخل في كل شيء، بالأنف في تقدم تطور هائل في العمليات وفي الديزيزز وهالأشياء، بالإير نفس الشيء. في جزء من الأنف والحنجرة للأسف missing هون في الأردن، هذا عندك العنق والرأس،
الغده الدرقيه، الغده النكافيه، الغده الليمفاويه، الاشياء هي كلياتها هي جزء من الانفذ والحنجره، مش يعني برضه جزء من جراحه الوجه والفكين، برضه جزء من الجراحه العامه، هي اوفرلابينج اريا. بس للاسف ذا كوز يعني اور بريفيوس كوليجز وير نوت ويل تريند في هذا الموضوع، ف يعني للاسف الشديد عشان هيك الناس صارت تفكر انه هذا بطل جزء من تخصصنا. انا رحت على امريكا تخصصت هيد اند نيك سيرجري، هذا الفيلوشيب سب سبيشالتي تبعتي بعد الاي ان تي هيد اند نيك سيرجري، وانا مش الوحيد يعني كاي ان تي احنا صرنا 8 في الاردن باي ذا واي. فشوي شوي يعني ان شاء الله انه بندخل هذا بنرجع هذا الشيء للتخصص عشان تغير التفكير. لما كنت بامريكا واحد عنده ثايرويد بروح على الاي ان تي على طول، واحد عنده نيك ماس بروح على الاي ان تي على طول. شوف كيف الوعي العام، وهذا سببه احنا الاطباء، احنا مش مهتمين كثير نعمل وعي عام للناس للاسف الشديد. كويس. طيب بدي احكي من كل بستان زهره بالاي ان تي لانه المحاضره كلها 50 دقيقه، فبدي احكي عن المسكونسبشنز وبعض الافكار. ابستاكسز او نوز بليدز، رعاف. اوكي، مين فينا ما صابوش رعاف في حياته؟ ما عمره صابك؟ وان شاء الله يا رب انه ما يصيبك. اوكي، وانت ما صابك في حياتك ولا وانت صغيره؟ طيب كلنا بنعرف يعني ان شاء الله سلامه الجميع، وان شاء الله ربنا يحافظ على سلامتكم. كويس. طيب الان نوز بليدز او الابستاكسز بليدنج بير نوز، اوكي، هاي فيري كومن ديس اوردر. اوكي، يعني almost all of us have been affected with nose bleeds. الآن كثير ناس بيحكي لك والله ابني دائما بنزف حتى خصوصا بالصيف. هو في الحقيقة الستاديز بتحكي لك لا أكثر بالشتاء. ليش؟ لأنه واحدة من وظائف الأنف إنه يدفي الهواء اللي بتنفسه. أوكي، كيف بده يدفيه؟ blood vessels، الأوعية الدموية بدأ تتمدد، بتصير تبادل حراري، لما تتقلص بطل في تبادل حراري مع الهواء اللي بده يصير، صح؟ فبالشتاء لما فجأة برد، فجأة حر، فجأة برد، فجأة حر، تمدد تقلص بتولع مع البلد فيسل، اوكي؟ بتفقع ماشي الحال، فبصير نزيف. انا اي ثينك انه في بلادنا احنا للاسف احنا ما عملنا ستدي حتى نعرف في بلادنا هل احنا بالوينتر تايم مور ذان سمر تايم ولا يعني ذا اذر واي اراوند اور نوت. اي ثينك انه احنا مقصرين بهذا الجانب. انا بشوف كثير بالصيف كويس، وبشوف كثير بالشتاء، بس بالشتاء بشوفهم مور سيفير البليدنج تبعهم، لكن بالصيف ليس سيفير. اي ثينك ليش احنا عندنا بالصيف كثير بسبب الدراينس بالجو اللي عندنا مقارنه ببلاد برا. اوكي، بكون كثير هيوميديتي، فاي ثينك بسبب الدراينس اللي عندنا نفس البلاد فيسلز هي بتكون تحت الميوكوزا النسيج المخاطي بالانف المبطن للانف. فاي ثينك انه احنا بسبب الدراينس البلاد فيسلز بتصير ايزلي اكسبوزد وايزلي كان بي ايزلي تور. اوكي، طيب اوكي. الان مور كومنلي 90% من الحالات تيجي البليدنج من الامام وتكون خفيفه، 10% من الحالات تيجي من خلف الانف، يعني هذا مقطع هيك بالانف واحنا نطلع من الجنب على البني ادم اللي هون. اوكي، ف 90% من الحالات بيجي من الامام، وبالتالي احنا بنقدر نشوف وين النزيف اللي بيكون موجود. اوكي، لان في معظم الحالات احنا بنلاقي بنعرف شو سبب النزيف، شو سبب الابستاكسس. في معظم الحالات احنا ما بنعرف، قليل من الحالات بنعرف، بس اي واحد بنزف لازم يراجع دكتور اذا بتكرر الموضوع، خصوصا اذا من جهه واحده من الانف لازم يراجع دكتور. ليش؟ لانه ممكن يكون في اسباب بدنا نعالجها، زي مثلا التهاب في الانف، انحراف وتيره، كتله في الانف، او اذا واحد عنده تميع في الدم مثلا، واحد عنده امراض وراثيه في تميع الدم بصير اسهل نزيف عنده، او اذا واحد باخذ ادويه مثلا، باخذ ادويه بتزيد تميع الدم زي البليتز زي الوارفرين. تفضل. أنا حكيت. أوكي، بطلع من الأنف، إحنا بنحكي إبستاكسز أو نوز بليدز من الأنف بنزل. أوكي، لكن مرات يكون سو سيفير لدرجة إنه حتى مش بس من قدام بنزل، برجع لورا من هون وبطلع من الثم، ممكن يبلع دم ويصير يعني كمان يطلع دم من الفم. أوكي، ممكن يكون سو سيفير لهي الدرجة، خصوصا إذا كان بوست يعني من ورا الباك بارت بوستيرير. يس، خصوصا اذا كان بوستيرير. اوكي، طبعا حكينا في معظم الحالات احنا ما بنلاقي سبب. ماشي. طيب اول شيء، اول ما الواحد يصير عنده بليدنج، حكينا معظم البليدنج وين بيكون؟ من الامام. اوكي، شو بدنا نعمل؟ مين بيعرف؟ اجى واحد نزل دم، شو بده يعمل اول شيء؟ يضغط وين؟ على العظمه. اوكي، هي الانف من الامام هون غضروف صح، ومن ورا هون عظمه، بضغط على العظمه. اوكي، طيب انت حكيت عظمه، وبعدين بدي امشي معك ونزل لتحت. اوكي، قديش تضلك بتستنى لحد ما يوقف؟ طيب افرض ظل ساعه،
طيب قديش تظلك ضاغط؟ ساعة؟ أوكي. طيب هسا معظم من الأمام هنا غضروف. الخطأ الشائع يعني you should pinch your nose من الغضروف مش من العظم. misconceptions. أنا هسا محاضرتي على misconceptions. أوكي. ف misconceptions هذا. احكي تفضل. من هون ومن هون بيكون في الأمعاء أو هي شيء بيرطب. لا قصدك cold يعني something cold. أوكي عشان يعمل شوية vasoconstriction blood supply اللي جاي. بس مش pressure. أوكي. أوكي بس أهم شيء ال pressure هون. في الجزء الأمامي بالغضروف لأنه العظم مهما أضغط إلا إذا بكسر العظم هذا إشي ثاني كويس بس الغضروف إذا ضغط على الغضروف لأنه حكينا معظم البليدينج من الأمام فبضغط على الغضروف هاي واحد ثانيا ما بكون زي إمياتنا زمان كانوا شو على العظمة يوجعون عظمنا أوكي ظل تطلع لفوق فالدم بيرجع لورا لا فادونا بالضغط على المحل النزيف ولا حتى وقف ووجعون على الفاضي فبنضغط على الغضروف وننزل راسنا شوي لتحت ماشي ليش اذا في بلد وراه في شويه دم وراه يعني بتخثر وبيضغط كمان على المكان اللي بنزف اوكي فاذا من الامام وشوي الراس لتحت زي ما هون عامل هيك الصح خطا اني ارفع وخطا اني اضغط على النيزه على البون على العظم اوكي misconceptions انا قاعد بحكي عن misconceptions كنا احد يحكي طب سمعنا عن اشياء ثانيه ممكن نعملها للنزيف افرض انه هاي ما زبطت طبعا بضل ضاغط انا مده 10 دقائق مستمر على الاقل 10 دقائق مش انه اضغط بعدين بعد دقيقه اقول اشوف شو صار لا بضل ضاغط 10 دقائق باستمرار ماشي الحال لهذا الشيء الصح اوكي في مرات تسمع عن كوي في الانف للنزيف اذا شفنا والله في blood vessel متوسع مثلا هو شكله سبب النزيف هاي الكوي هاي في جزء من الكوي في شيء كهربائي وفي شيء كيميائي هذا عود عادي زي عود ثقب ماشي لكن على راسهم في سيلفر نيتريت فبنسميها سيلفر نيتريت ستيكس اوكي سيلفر نيتريت هاي وي تاتش البلد فيسل بصير فيه زي تجلط بس طبعا هاي بتزبط بالبليدنج الخفيف مش بليدنج اللي بهر كثير راح يشيل السيلفر نيتريت معه اوكي ما بيزبط معه في الكتريكال كهربائي اوكي بس هاي الأكثر إشي إحنا بنستخدمه. هسا مرات إذا كان كثير ممكن نحط إشي في الأنف حشوة في الأنف. نيزل باك بنسميها. في عدة أنواع للنيزل باك. واحدة فيهم هي بنسميها نيزل تامبون. قطنة من نوع معين بنسميها ميروسيل. ندخلها بالأنف. بعدين بسيج عليها شوية بلد شوية مي شوية كذا بتنفش. فلما تنفش بتساوي بتضغط على الجوانب. أوكي؟ بتضغط على الجوانب. فهذا هاي واحدة من الأشياء. أو نوع ثاني ممكن نحط شاشة طويلة اوكي بنصير نحطها طبقة 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 لحد ما نسكر كل الانف طبعا توجع البيشنت توجع المريض توجعه مش سهلة وبدي يتنفس عن طريق الفم بنخليها يومين مش سهل الامور بس متى بنروح نعملها اذا كان كثير البليدنج كثير ومرات هاي كمان بتزبطش مرات نضطر نحط بربيش له بالون من طرفه البالون بضغط من ورا وبنحط هاي الحشوة من الامام نسكر الانف من الامام من ورا مرات ناخذ العمليات عشان نسوي هيك sometimes اي سؤال على النوز بليدز الابستاكسس again انا محاضرتي misconceptions اول شيء بتضغط على الغضروف كيف وي تاتش يعني مثلا شفنا المكان اللي بنزف ما هيو وي جاست تاتش بس مش انت بتسويه في البيت هذا بدك تروح على الدكتور عشان يعمل لك اياه كيف يمنع الدم هو السيلفر نيتريت بيعمل كواجوليشن مثلا شو بتدرس عفوا حضرتك طب بعمل كواجيليشن بالبلد فيسل فبعمل شو اسمه كواجيليشن ثرومبوسز بعدين بصير فايبروسز على البلد فيسل اوكي فالبلد فيسل اللي بنزف بيمنع البليدنج منه اوكي وي جاست تاتش ات وتاتش اراوند ات عشان اذا في فيدر فيسلز حواليه كلياتها ايش توقف تفضلي جواب صغير تفضلي بلع الدم بصير المريض يطلع دم من ثمه هي will be more anxious هي واحد اثنين لما ينزل على الستومك اذا كان دم لا باس به ضل احد يحس انه في عنده نوزيا او فوميت العيان وبده يراجع وكذا مش راح يساعدني وهو feeling يعني not feeling good شغله ثانيه محل ما انا ضاغط بجوز يكون اللي بنزف ورا ضغطي مباشره فلما يتجمع الدم وانا هيك نفس الدم بيعمل خثره وبضغط نفس الخثره بتضغط على البلد فيسل bleeding blood vessel غيره تفضلي هاي المحاضرة كلها راحت بستاكل والله في عدة مواضيع تفضلي إذا كان شخص عنده انحراف بس لما يمشي من الشمس
لما ينشف الشمس. اوكي الان هذا مش بسبب الانحراف، يعني الانحراف بيساوي نزيف، بس من نزيف من جهه الانحراف، انحراف الوتيره. طبعا هي بتحكي عن انحراف ايش؟ حاجز الانفله في النص، هذا بنسميه الوتيره الانفيه، باي ذا وي الوتيره الانفيه. فاذا كان زايح بيجي الهواء عليه بنشف المنطقه اللي زايح عليها، بصير البلد فيسلز الاوعيه الدمويه اللي تحت النسيج المخاطي تتعرض اكثر للهواء الجاف والشمس والهي الاشياء كلها، بتصير ممكن تنزف، بس عاده النزيف تبعها بيكون قليل. اوكي مرات احنا بنعمل عمليه انحراف وتيره اذا كان هذا هو السبب، نعمل عمليه لهذا السبب. سام تايمز مش لازم يعني ضروري يكون شخص عنده الحاجه يسوي العمليه ولا لا؟ هذا صار نقاش اخر. تعرفي 60% من الناس، وبعض الاستاذ بتحكي 90% من الناس عندهم، انا عندي انحراف وتيره باي ذا وي، 60% من الناس عندهم انحراف وتيره، اجي اعملهم كلهم عمليات؟ لا، لازم يكون في سبب. فاذا كان والله النزيف سبب انحراف الوتيره بعمل انحراف الوتيره، اذا والله عظمه زايحه وعامله مشكله بالنفس وهي سبب مشكله النفس بعمل عمليه انحراف الوتيره. لكن في 90% من الناس عندهم انحراف الوتيره ما عندهم اعراض، اعملهم اياها what to gain nothing. صح راح احكي شوي، ما هو اذا هيك بدنا نضل على النزيف مش راح يزبط. طب خلي طب تفضلي يلا اسال سؤال لانه بعدها نيكست بدي اروح. تفضلي. إذنك سكروا. طلع. هاي بلزم الفحص لأنه ممكن انحراف وممكن الجيوب الأنفية. كويس. وممكن الثنتين مع بعض. فلازم يتم فحص من قبل الأخصائي الأنف والأذن والحنجرة، هو بقرر المناسب. ممكن يطلب صور، ممكن يعطيك أدوية ويشوف بناء على ذلك. أنا سكر الجهاز. يلا بما انه نستنى الجهاز، مين عنده كمان اسئله عن النزيف؟ تفضل. بالنسبه للقطع، قطع الدم اللي بتنزل من الانف، يعني شو كيف نتصرف في الحاله؟ كيف تتصرف فيها؟ يعني هي بتكون خطيره؟ لا، هسه اذا صارت قطع معناته هذا كان نزيف نوعا ما اقوى من ما احنا نتخيل. اوكي؟ اذا صارت قطع، يعني هذا بيعطيني دلاله على هذا الموضوع، بس انا بدي اتصرف انا كطبيب الان كانف واذن وحنجره، شو بتصرف؟ بدور شو السبب؟ ليش صار أصلاً نزيف وليش صار فيه هاي القطع موجودة، وبدور وين السورس تبعها عشان نحاول نتحكم فيه. غيره أسئلة ثانية. طيب سور ثروت، شو معنى سور ثروت؟ اوكي هذا الخطا الشائع. سور ثروت معناها حلقي بوجعني بشحط، بس هذا لا يعني بالضروره التهاب بالحلق. التهاب بالحلق بنسميه فارنجايتس او فارنجوتونسيلايتس او تونسيلو فارنجايتس. اوكي يعني التهاب حلق مع لوز. كويس. الان هذا احد اهم الاسباب للسور ثروت، انه بحس انه حلقي بشحط. مين فيكم بدخن؟ شباب اكيد فيكم حدا بدخن. اوكي اعترفوا. طيب الان الكرونيك سموكرز، الهيفي سموكرز دائما حلقهم بوجع. اقول دائما التهاب في حلقهم، هو التهاب تحريشي وليس التهاب بكتيريا. يلا انت بيتك وخلاص ماشي الحال. هذا سور ثروت، هو قصده يحكي لي انا عندي سور ثروت. اوكي فمش بالضروره هم نفس الشيء، في اسباب كثير للسور ثروت. بعض الناس بتاخذ بعض الادويه بصير عندها سور ثروت، اللي عندهم حساسيه جيوب انفيه بصير عندهم مرات بلغم بينزل من انفه على حلقه من ورا، سمي بوست نيزل دريب. اوكي هذا بيساوي سور ثروت، بيعمل تحريش. اللي انفه مسكر ودائما يتنفس عن طريق الفم، انت لو تنفس 10 نفسات ورا بعض كويس برضه راح يصير حلقك يوجعك، صار عندك التهاب حلق. لا هو هذا اسمه سور ثروت. حتى في ناس اللي عندهم ريفلكس بنسميه ارتداد معدي مريئي، حموضه المعده تطلع من فوق من تحت لفوق كويس، بحرش الحنجر بيعمل سور ثروت. اوكي مش التهاب حلق، سور ثروت. فمش كل سور ثروت حلقي بوجعني معناته التهاب حلق، لازم اخذ انتبايتك. اوكي هاي بدنا نعرف كويس، خصوصا اذا سور ثروت بيطول اكثر من 3-4 اسابيع. اوكي يعني هاي مسكونسبشن اجين، مش كل سور ثروت يعني التهاب حلق. ثانيا مش كل سور، مش كل التهاب حلق هسه بحكي لكم لازم اخذ الانتيبايوتيك، لانه الانتيبايوتيك ضد البكتيريا، لكن معظم التهاب الحلق الحقيقي فايرال فيروسز راح يطيب لحاله.
بقعد له اسبوع زمن، بشد لثالث يوم بعدين بلش يرخي بقعد له اسبوع زمن. الاعراض رح تشد ورح ترخي لحالها في معظم الاوقات. في مقولة بتحكي اذا واحد عنده التهاب حلق او حتى الرشحة نفس الشيء بينطبق عليها، معظمها فايرال مش بكتيريال، اذا اخذت انتي بايوتيك تقعد اسبوع، واذا ما اخذتش انتي بايوتيك تقعد 7 ايام. اوكي، ما راح تفرق. متى بنعطي الانتي بايوتيك؟ في معايير معينه بنعطي انتي بايوتيك. والله اذا طولت اكثر من اسبوع معناته بجوز صارت بكتيريال. اوكي، او اذا شفنا عليها طبقه بيضة، يعني عامله طبقه 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 بيضة، يعني في لها معايير معينه، في مرات فحوصات معينه بتنعمل. اوكي، يعني اذا بتراجع طبيبك بتعرف الاشياء. طيب نحكي، في عندنا اللوز، تعرفوهم انتم اللوز؟ اعتقد انه بجوز كلكم قاعدين تتفرجوا على لوزكم، كنتوا هيك هسه زمان كان بمرايه مع الضوء، هسه بصير سيلفي مع الخلوي، صح؟ اوكي، فاللوز لما نطلع عليها مرات بيجي بيقول دكتور لوز ملتهبه ضخمات. مش كل لوز ضخمه يعني ملتهبه يا جماعه الخير، لا يعني بالضروره، صح الالتهاب ضخم اللوزه، بس مش كل دوز كل لوزه ضخمه معناته هي ملتهبه، ماشي؟ ليس بالعكس، يعني ليس العكس بالعكس صحيحا. وفي عده احجام للوز، يعني في لوز تكون صغيره يا دوب مبينه، وفي شيء كبير، هذا شيء طبيعي. اوكي، في ناس لوزهم طبيعتها كبيره، وفي ناس لوزتهم طبيعتها صغيره. اذا بتلاحظوا شوفوا هون، هاي لوز ضخمه ملزقات ببعض، وهي لوز ضخمه كمان تقريبا ملزقات ببعض، لكن هاي مش ملتهبه وهاي ملتهبه، مع انه ثنتين كبار. كيف انا عرفت انه مش ملتهبات؟ شايفين الخزوق هون؟ شايفين الخزوق هون؟ لما اشوف الخزوق معناته مش ملتهبه. كريبتس بنسميهم، هاي نورمال اناتومي. اوكي، كريبتس لها امبليكيشن معينه اذا كانت كبيره او صغيره، يعني بتفرق عن بعض، ممكن يكون عضله اكثر، ايش ثاني؟ ممتاز السؤال، بجوز الدكتوره هبه بتقدر تجاوبك احسن مني بهذا السؤال. اوكي، الان هي احدى طالباتي. الان اللوز انت بتحكي عشان مناعه، صح؟ هم جزء من مناعه الجسم، بيفقدوا وظيفتهم في المناعه على عمر سنتين، واكثر ناس متفائلين بيحكي لك لحد عمر 5 سنين، بعد هيك فش لهم وظيفه بالمناعه. اوكي، وحتى هم بنحكي خط الدفاع الاول عن الجسم، وكل الجسم معلق بهاللوز، لا كويس، حتى لما كان لهم وظيفه بالمناعه هي 0.5% من كل مناعه الجسم. اوكي، فما لها دخل، يعني مش كثير لها دخل في النهايه. احنا مش كل لوز كبيره لازم اروح على عمليات اشيلها، ومش كل لوز صغيره لازم اسيبها، حسب شو المريض عنده، شو من ايش بيشكي، شو الاعراض تبعته. والله لوزوا هالقد وبضلهم يلتهبوا باستمرار باستمرار، بروح بشيلهم بريحهم. لكن والله لوزوا قد راسي ومش عاملات اي مشكله، ليش اشيلهم؟ What's the benefit to be gained again؟ اوكي، هي برضه من المسكونسبشنز، مش كل لوز كبيره يعني ملتهبه، مش كل لوز كبير لازم تنشال. ما بترجع، كيف بدها ترجع اذا انت شلتها؟ في بعض الحالات في ناس بعرفهم عملوا عمليات استئصال اللوز وبرجع، بيكون عنده شيء ثاني. يعني اذا هو سموكر هو بصير فرنجايتس او سور ثروت، بضل يحكي انه حلقه بوجعه. اذا هو سموكر بدوش يوقف الدخان، السموكينج بيعمل التهاب مزمن في الحلق، التهاب تحريشي وليس التهاب بكتيري. وقتها ما بتقدر تحكم الا تشوف، توديه على اخص على الدكتور يشوفها ويشوف. بس بشكل عام اللوز يعني مين هسه بيشيلهاش كامله؟ زمان كانوا يشيلوا شوي، هسه الترند في العالم كله انك تشيلها كلها. Again، هذا اللوز جزء من إنسان. مين يعني لو شلنا اللوز رح نمنع الإنسان يمرض؟ مش شرط إنه لما نشيلها بصير التهاب، يعني عادي ممكن واحد عنده لوز يصير عنده التهاب بالرئة، صح؟ ليش بدي أحكي إنه والله لأني شلت اللوز صار هيك؟ لا، أوكي، اللوز جزء من الحلق وليست كل الحلق. فلما شيل اللوز أنا ما شلت الحلق، عادي الحلق موجود ممكن يلتهب، صح؟ ضل يعني انا ما شلت الانسان كامل، ما شلت الحلق كله شلته. لا هسه لما نشيل اللوز احنا ما بنشيلهم لانهم كبار ولا صغار، اجين اذا بيلتهبوا كثير حتى التهاب اللوز بنزل التهاب على الرئتين ممكن، عرفت علي؟ فبصفي بنفيت ريسك ريشيو، في كل شيء في الطب هو فوائد، يعني فوائد ومضار، فاحنا بنقارنهم ببعض الفوائد والمضار. اوكي، التهاب اللوز تكون حمراء، الخزوق الموجوده بتروح، ممكن اشوف طبقه بيضاء عليها. اوكي، لما نحكي التهاب لوز، اوكي،
معظمه فايرال حكينا، بتشد السيمتومز لثالث رابع يوم، بعد ما تبلش ترخي ترخي بتختفي على اسبوع 10 ايام. طب شو بدنا نساوي خلال هاي الفتره اذا معظمه فايرال، اذا الانتيبايوتيك مش مفيد لانه مش بكتيريال؟ كويس، شو بدي اساوي؟ احنا شو مشكلتنا لما يصير التهاب الهواء؟ بنصير احنا الاعراض بالضبط، بدنا نخفف الحراره، حراره ووجع، مش عارفين نوكل ومهدود حيلنا ومش عارف شو كذا، ناخذ مسكنات ريفانين بروفن فولترين كذا يعني، بس طبعا بحيث انه ما يكونش عندنا مشاكل منهم، ماشي الحال، وناكل ونشرب قد ما نقدر عشان بعد ثالث يوم نطيب كويس. ماشي. الهربيز ما بيعمل هذا المنظر، ما بيعمل هذا المنظر، بيكون فيه له شيء اسمه فيزيكال اللي هي زي كيس ماي في النسيج المخاطي، أو مرات بيعمل تقرحات، ومش شرط يكون بس هون، ممكن بس بنشوفه إحنا تقرح مش طبقة فوق اللوز، ما بيعمل هذا المنظر. فإذا كان هيربيز مثلاً، يس بدنا نعطي أنتي فايرال للهيربيز مثلاً، وطبعاً رح يطيب لحاله أوريدي. دكتور بس بأخذ وقت أطول. هلأ لا بعد عملية استئصال اللوز بصير الصوت ناعم؟ ناعم؟ لا هو ما بتغير الصوت، بالعكس بعد العملية خلال أول 6 أسابيع بصير كأنه الواحد بيحكي من أنفه، أنا كان دكتورنا عن غني تغني وز، خلال أقل من 6 أسابيع بيرجع عادي، بس ما بصير ناعم لأنه ملاش دخل بالفوكال كوردز بالحنجرة، الحنجرة تحت. كويس. لا هسا مرات اللي بيكون عنده لوزه كبيرة، ماشي، بيكون دكتور أنا سامع صوتي كيف دكتور، زي اللي وزو واقعات ماشي حابب يحكوا عنها، فلما ينشال هذا الصوت راح يتحسن، هذا بنسميه هوت بوتيتو فويس، زي تذكر دكتور هبه زي كانه ماكل واحد بطاطا سخنه ومعلقه في الحلق وقاعد بيحكي سامع دكتور كيف صوتي، هوت بوتيتو فويس. اوكي هاي ما لهاش دخل صوت ناعم وصوت هاي، ماشي، فيمكن كان هوت بوتيتو فويس عندك. شو دخل انه لما نعمل الاطفال عمليه استئصال الوز بصير وقت الريكفري بصير اسرع، لما يكون العمر اكبر بصير ريكفري اطول، لانه الكبار يعني they express their pain اكثر، يعني الطفل بتهريه عشان ياكل، بتهريه عشان ياخذ الدواء، الكبير تقدريش. هاي واحد، لا هاي واحد. اثنين ابسولوت فاليو، مين اكثر تعرض لالتهاب لوز، الادلت ولا الطفل والشايلد؟ الادلت. الان كل التهاب بصير لما بده يطيب ممكن يصير فايبروسيس بنسميه، زي تليف بين كبسوله تبعت اللوزه والعضل والفصه اللي هي موجوده فيها، التجويف اللي هي موجوده فيها، فكل ما زاد الفايبروسيس اكثر، لما اجي اعمل عمليه انا قاعد بقطع هذا الفايبروسيس، which means في نيرف اندنجز مرات راح يتوجع يمكن اكثر. كويس، كابسولوت بسبب الابسولوت فاليو. غيره؟ اوكي، هذا اخر سؤال على اللوز لانه بعدين بدنا في مواضيع كثير قربنا نخلص يعني. هذا بطل على اللوز. تفضل. فيش اكسلنت اكسلنت، لانه بنحكي على الايفيدنس وعلى الريسيرش وعلى الاشياء، فيش ايفيدنس انه لازم يكون شيء بارد، بس جرت العاده اكسبرت اوبينيون انه نعطي شيء بارد. ليش؟ فيش ايفيدنس على هذا الكلام، يعني هو لما ياكل تا يوصل محل اللوز صح وحس ببروده، بعدين بصير يتحرحر بالحروره، ماشي الحال، فمش شرط يضل بارد وضاغط عليه، غير لما واحد بينزف تحط عليه شيء ثلج بارد ضلك ضاغط عليه، انت ضاغط زائد ثلج، ما هون اكل ونزل يعني، ماشي الحال. جرت العاده انه هيك، خصوصا كمان برضه بديش احكي عنها مسكونسبشن، لكن البليف الجنرال بليف بين الناس كلها انه والله كثره اكل البوظه بتخلي الوزن ينزل اكثر، لم برضه اجين ما في ايفيدنس. السؤال هل انا بقدر احكي انه خطا هاي المعلومه؟ ما بقدر احكي، ما في ايفيدنس وذ ولا في ايفيدنس اجينست، اوكي ما في ايفيدنس على هذا الكلام، بس فبيكونوا الاطفال محرومين لانه معظمهم نعملهم اطفال، لكن ممكن نعمل الادلتس محرومين من اللوز، بديش شيء بارد بلاش ينزل اللوز، ماشي، بس هو بحب البوظه، انا بهمني بعد العمليه انه ياكل يشرب، اهم شيء الاكل والشرب، ياكل انا بحكي لمرضى 15 مره ونص، اوكي والنص قبل ال 15 مره، كويس، ياكل بعد العمليه عشان ما يصيرش التهاب محل التجويف اللي صار لما شلنا اللوزه، اوكي، بهمني الاكل والشرب، الاكل والشرب عشان ما يتجمع فود ديبريز، ما يتجمع الاكل بعدين يصير عليه بكتيريا بس يصير التهاب، بس التهاب بصير نزيف، بدي يظل كله سحسل، ماشي الحال، يظل كله ايش نظيف نظيف نظيف، فانا بحكي لمرضى 15 مره ونص على الاقل، ماشي، انا هيك بحكي له، فهي الفكره بالاكل والشرب وليست شو طبيعه الاكل، بس طبعا ما يكونش شيء بجرح، فانا بدي اياه ياكل يشرب، فالطفل المحروم من البوظه هو بيحب البوظه، نقول اه نجيب لك بوظه شاطر نجيب لك كمان بوظه، ماشي، هي الفكره عشان ياكل يشرب. لا هاي في عليها ايفيدنس،
لانه في ارترز بيجوا من السوبرفيشال نيزل ارترز بيروحوا لجوا كويس. فانت لما تيجي عليهم بتعمل كومبريشن زائد كولد، يعني يو ار هولدينج ذا كولد ثينج. او احسن من هيك بتجيب جلوفز بتحط فيها ثلج وبتحطها على راسه هيك كويس ماشي الحال على جبهته مع النوز. بدنا ننتقل لبعدها في مواضيع كثير يا جماعه. اوكي هون بنيجي نشيل اللوزه كويس. احنا بالعمليات شو بنساوي؟ بندور وين هي الكبسوله تبعت اللوزه، في لها كبسوله تفصلها عن العضله تبعت التجويف تبعتها، بندور عليها. عشان هيك اللي سالني سؤال مش ممكن خليناها، احنا هسه بنلاقي الكبسوله بنلاحق الكبسوله خلص شلنا كل اللوزه هيك مفروض يعني. اوكي هاي عشان تتذكروا، دخان بيسوي دائما سور ثروت، مش معناه التهاب في الحلق، سور ثروت بمعنى دائما انا في عندي تشحيطه 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 تشحيطه. برضو مشاكل الجيوب الانفيه، بضل بلغم بنزل من الانف على حلقه من ورا بتحرش بسوي سور ثروت. احنا بنحكي عن موضوع سور ثروت اللي وز كانت حكينا شوي اسهبنا فيها لانه يعني فيري كومن ديس اوردر. اوكي اللي بيشرب كحول الريفلكس انه يعني انه بصير ارتداد معدي مريء لحموضه المعده بتحرش برضو بتساوي هيك. فلا مش حلها انتيبايتك، حل اعرف شو الكوز تبعها وعالج الكوز. اذا اليرجي في النوز مثلا حساسيه بدي اعطي ادويه حساسيه، ارتداد معدي مريئي بدي تو ادرس ذات ثينج، والله سموكر يوقف الدخان مش يخفف يوقف الدخان. اوكي ويستنى على حاله، يكون واحد والله صار 10 سنين بدخن بعدين بيستنى على حاله 3 ايام مش ضابط دكتور رجع يدخن، بس لك 10 سنين بدخن لازم تكون شوي صبور ماشي. انا بحكي لكم من واقع التجربه. اوتالجيا يعني اير بين، ايرك اوكي اير بين. هسه مش كل اير بين، مش كل مره انا ذاني بتوجعني معناته المشكله في ذاني، بل بالعكس معظم الحالات بتكون من محل ثاني غير الاذن، سميه سكندري. اللي من الذان سميه برايمري. كيف بدي اعرف؟ بفحص الذان، بروح على دكتور بفحص لي ذاني، لقى السبب معناته هاي برايمري اوتالجيا برايمري اير بين. اوكي يعني من الذان المشكله، ما لقاش لقاه طبيعي فحص الاذن معناته مكان من محل ثاني. مش والله كلها والله اموكلان، كلكم بتعرفوا اموكلان والاوجمنتين انتيبايوتيك ريفانين وبروفين وانتهى الموضوع. لا في لها اسباب، ممكن اسباب اخرى. معظم الحالات ليست من الاذن، ومش كلها التهاب اذن وسطى باي ذا، حتى لما تكون من الاذن مش اذا ذاني بتوجعني معناته التهاب اذن وسطى، مسكونسبشن. اوكي ومسكونسبشن، مش كل التهاب مش كل وجع بالاذن معناته سبب الاذن، ممكن يكون من مكان ثاني. اوكي ليش؟ لانه التغذيه العصبيه للاذن مشتركة مع أماكن ثانية في الجسم، خصوصاً الأسنان. خصوصاً الأسنان كثير ناس يكون عنده مشكلة بسنه بتوجع من ذانه، ما حليت له مشكلة سنه ما راح تنحل وجع ذانه. ممكن مرات من الحلق، ما كلنا لما يصير عندنا تونسيلايتس وفرنجايتس التهاب حلق ولوز نحس إنه بس نبلع ذانه بتوجعنا، هذا بسميه سكندري بين سكندري أوتالجيا، إنه وجع الذان بسبب مشكلة في محل ثاني. اوكي مش المشكله من الـ من الاذن نفسه. طب ما بيبين الا بس تفحص الذان. اوكي طبعا عشان بس تعرفوا شويه بالذان، في عندنا الصيوان الاذن والقناه السمعيه الخارجيه تيمبانيك مبرين طبله تفصل بين الاذن الخارجيه والميدل اير الاذن الوسطى. الاذن الوسطى فيها عظيمات. اوكي بعدين في عندنا الاذن الداخليه، الاذن الداخليه فيها جزء مسؤول عن السمع نسميه كوكليا قوقعه، في جزء مسؤول عن التوازن. اوكي مسؤول عن التوازن، طبعا مش لحاله مسؤول عن التوازن باي ذا وي، في اماكن ثانيه في الجسم مسؤول بس هو يساهم في التوازن. دقيقه اوكي بعدين بيطلع منهم عصب وبيروح وين؟ للدماغ. اوكي في شيء اسمه قناه ستاكيوس، هون قناه ستاكيوس ستيشن تيوب توصل بين الاذن الوسطى واخر الانف، بين الاذن الوسطى واخر الانف وظيفتها تهوي الاذن الوسطى، وهي واحده من وظائف اهم وظيفه. ثاني وظيفه في الاذن الوسطى لما تفرز مخاط بينزل عن طريق قناه ستاكيوس لاخر الانف ولتحت وبنبلعه، طبعا كميات بسيطه ماشي الحال. فلما يكون في مشكله بقناه ستاكيوس ما بتتهوى الاذن. تخيل لو هاي الغرفه مش مهويه شو بصير فيها؟ بتكتم صح؟ لما تكتم الطبله تنشفط لجوا كويس، بحس بثقل زي بننزل على الغور او البحر الميت. اوكي فاللي بيحكي لي الذهن دائما ثقل 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 بدي اروح اشوف انفه، يعني بفحص له ذانه اتاكد انه فيها مشكله. اوكي بس لما اشوف الطبله مشفطه رجوا لازم احل مشكله الانف، لانه قناه ستاكيوس لما ما تشتغل كويس غالبا بيكون سببها مشاكل بالانف والجيوب الانفيه، فبحاول احل هاي المشكله. يعني بيقول دكتور يعني هي المشكله انا بشكي لك من ذا انت تحكي لي انفي، هي هاي هي الكونكشن اللي بينهم بيذهب لهذا السبب. اوكي وحتى في شيء ريسنتلي من 4 سنوات 5 سنوات في شيء اسمه تيوبوبلاستي، انه بتدخل زي كاثيتر بالنوز بالعمليات بالون بالستيشن تيوب قناه ستاكيوس ممكن توسعها،
بس تل هذا على كادافرز، على على جثث لسه ما، وشوي على بني ادمين لسه، يعني بلشوا على بني ادمين لكن لسه فيش داتا ريال داتا حتى نعرف انه يعني نستخدمها، صير نستخدمها لكل المرضى ولا لا. بس مرات نعمل عمليات الانف خلاص كل شيء بتحسن، نعطي ادويه للانف كل شيء بتحسن. في عندك سؤال انت اول شيء؟ اوكي هسه راح اجي عليها، هسه راح احكي لكم عنها. تفضلي. شو بيصير فيها؟ بتحس بطعمها هون. اوكي، لانه في شيء اسمه مجرى دمع، مجرى دمع، في عندنا كيس دمع هون عند الجفن السفلي من الداخل، اوكي، بتجمع فيه الدمع، فلو احط قطره برضه بتتجمع فيه. في مجرى الدمع بيوصل بين كيس الدمع والانف، اوكي، لما ينزل على الانف بيرجع لورا بتحس بالطعم. اوكي، طيب التهابات الاذن ممكن يكون التهاب اذن خارجيه، سويمرز اير، الصديق الوفي لالتهابات الاذن الخارجيه مي. اذا واحد صار عنده التهاب اذن خارجيه ممنوع منعا باتا اي نقطه مي تفوت على الذن، هذا اهم شيء، اهم من الانتبيوتيك اللي بتاخذه. بدخل نقطه مي ما راح يتحسن، اوكي، وبصير كثير فيري كومن بالسويمرز. اوكي، طبعا ممكن تصير انا بحي حدا ثاني، خصوصا اللي بيضلهم ينكشوا دانهم، كمان بنكش دانه الجلده تبعت القناه السمعيه الخارجيه بصير فيها شويه جرح، بيجي مي مع شويه بكتيريا صار التهاب. اوكي، طبعا كيف احنا بدنا سودوموناس اوريجينوزا موست كومن. اوكي، طبعا كيف بدنا نعرف؟ بالفحص، نطلع والله في احمرار في القناه السمعيه الخارجيه، في صارت نارو، في يعني صارت نارو، والله بيطلع منها افرازات مثلا ديسشارج، اوكي، مثلا هاي الاشياء بالفحص السريري ببين. اوكي، طبعا اهم خطوه ممنوع يدخل اي نقطه ما يعذان، وبعطي مضاد حيوي موضعي دروبس. اوكي، دروبس. طيب دكتور، بحطوا زيت؟ الزيت للشمع عشان يذوب الشمع، بس مش للالتهاب. حتى لو كان في مي مثلا؟ خطأ، اذا في التهاب لا، اذا في التهاب لا ممنوع يدخل مي. لما تتحمم قطن مفعصه بفازلين، مش قطنه ناشفه، انا دائما بحكي لطلابي مش قطنه ناشفه، مش قطنه زيت، ومش سدادات الاذان تنباع بالصيدليات، لانه بجوز سداده اقعد انا اتحشن كويس وتجرح اكثر فاكثر ويساوي التهاب اكثر فاكثر، ما بنستفيد. اوكي، برضو الذنين ربنا خلقها بتفرز شمع الواكس كويس وبتنظف حالها لحالها. الان لما استخدم عواد الاذان اصلا كيوتيبس استخدامه خطا، بتفش الواكس جوا بصير امباكتد واكس، بتجمع طبقه طبقه طبقه، فاحنا ممكن نستخدم زيت عشان يطرى عشان يصير اسهل انه يطلع فقط. بعض الناس بيكون فيري انثوزياستيك وبينظف ذهنه لدرجه انه بخزق التمبانك من برينه وبخش بالميدل اير. اوكي، كويس. بعض الناس بيستخدم، طبعا عدم استخدام اعواد الاذان مش معناه نستخدم المفاتيح والنكشات والابصر شو ماشي الحال. كويس، هاي الطبله باي ذا واي، هاي الطبله شايفين لامعه وفي لها هون عظمه وكويسه وحلوه وجميله. في بعض الحالات تصير فيها التهاب، يعني هاي الطبيعيه، طبعا يصير في التهاب مرات نشوف احنا الطبله نفسها باظه علي لبرا بلجنج، او في اشي وراها هون. كويس، مرات الطبله نفسها يكون فيها ثقب. هسه 4% من الناس عندهم ثقب في الطبله، كويس، لكن وجود الثقب لا يعني انه في الم، عادي لما تنثقب بصير الم بعدين خلاص. احنا بنحافظ عليها انه ممنوع يدخل اي نقطه مي، لانه دخلت نقطه مي من خلال هذا الثقب على الاذن الوسطى صار التهاب. حتى نمنع هذا الالتهاب ممنوع انها يدخل اي نقطه مي. بنعملها عمليات باي ذا واي، بنرقع الطبله، بنجيب رقعه من ورا الذام مثلا او من الغضروف اللي من هون وبنرقع الطبله، نعمل رقعه نسكرها. في سؤال هناك كان اول، انه في افرازات ثانيه بتطلع غير الواكس؟ مش مفروض يطلع اي شيء ثاني، مفروض هو واكس مختلط مع العرق والسبيشس جلاند يعني الدهن موجود، ما هو في جلده صح؟ زي اي جلد، بس مش مفروض انه يطلع اي شيء ثاني. في هون سؤال كان، حسب حجم، حسب حجم الثقب ومكانه بالنسبه للطبله. مرات بيكون كبير وبأثرش على السمع زي ما يكون صغير في محل ثاني، مرات فحسب حجمه وحسب مكانه. تفضل. لما يجي ينام يا بيكون نايم على هارد سيرفيس وبالتالي ضغط، يعني انت لو واحد يجي يضغط لك على غضروفك راح توجعي صح؟ فاذا نمت على هارد سيرفيس ما هو هذا الضغط عليها، او انه السكن عليها بيكون فيري ثين، الجلد اللي على الغضروفه كثير ثين لدرجه انه انا فيري سنسيتيف. اوكي، بلزم ينفحص المريض نفسه. اوكي، نعم. سمعت
اوكي فيش عليهم ايفيدنس واضح، في ترند نحو انه يس بس ستيل فيش ايفيدنس واضح انه اذا بحط ايرفونز كثير معناته انا بتاثر السمع عندي. بس لا شك الايرفونز اذا بحطها كثير ممكن اضل اجرح بالقناه السمعيه الخارجيه، زائد مور هيوميديتي بزيد احتمال يصير التهاب بالاذن الخارجي. اوكي طبعا حسب علو الصوت، حتى لو مش ايرفونز، لو انا تحت دي جي واظل اسمع كويس نفس الشيء العصب بتاثر. انك تيجي تعمل هيك يعني؟ ما في منه فايدة، ما في منه فايدة، سيبه بحاله الذنب تنظف حاله لحاله. قطنة بفازلين هاي اذا كان في التهاب بالاذن الخارجية او اذا كان في ثقب الطبلة. اما بنصحكم لا تتش هيك ماشي الحال، عادي الذنب ربنا خلقها بتنظف حاله لحاله. هورسنس، هورسنس معناها بحة بالصوت او تغير بالصوت. اوكي احنا لما نحكي بنحكي مع الشهيق ولا مع الزفير؟ باي ذا واي مع الزفير، فيش واحد يحكي صح؟ كنا بنحكي مع الزفير صح، بيطلع الهواء بيجي على الاحبال الصوتيه، الاحبال الصوتيه هاي الاحبال الصوتيه، هذا منظر من من اعلى الحنجره، هاي كلها حنجره، هاي الاحبال الصوتيه شايفينهم؟ اوكي هاي احبال صوتيه حقيقيه وفوقيهم احبال صوتيه كاذبه بنسميهم. اوكي يعني ترو فوكال كوردز وفولس فوكال فولس. اوكي لانه بتحاول تكون زي هاي لكنها مش قادره لسه. اوكي عشان هيك عشان نميز بينهم بس كويس، بس هي ترو فوكال كورد بيقربوا على بعض لما نحكي، فبصير ايش تيربولنس بالفلو بالهواء اللي بيطلع صح، فبصير ما بعدين شكل كلمات هون، بصير شكل كلمات باللسان وبالخد وبالانف المرشح بكون صح. اوكي هيك بصير تشكيل الكلمات هاي مع الحكي، وهنا بس ناخذ نفس بيبعدن عن بعض الاحبال الصوتيه بصير مجرى النفس اوسع. اوكي كيف احنا بنشوفهم؟ في عده طرق بالعياده بنشوفهم، واحده منهم نستخدم منظار بالعياده عن طريق الانف، نحط مسكن موضعي بالانف، بخاخ تحبوا تسموه تبع الاسنان انتوا او يعني طلابي بحبوا يسموه تبع الاسنان، بخاخ بالانف مسكن موضعي، بعدين بنحط ايش المنظار في الانف فليكسبل، هو في منه ريجيد. اوكي في منه ريجيد حديده بندخله عن طريق الفم، في فليكسبل عن طريق الانف، وبننزل بنشوف الحنجره. اوكي بنفحص ونشوف، مرات يكون موصول بمونيتر ممكن المريض يشوف معانا كمان نفس الوقت. اوكي بعض الاشياء اللي ممكن تساوي هورسنس مثلا في فوكال كورد نوديولز او سينجرز نوديولز، ليش؟ لما نحكي احنا بقربوا الاحبال الصوتيه على بعض، لما اصير انا خصوصا السينجرز اول طلعتهم ولا التيتشرز ولا اللي بيضل يصرخ، واحدة عندها مثلا 10 اطفال وطول نهار تصرخ عليهم ماشي الحال، يقولك شو بتساوي لك مش عارف تشد على حالها، الاحبال الصوتيه بتخبط قوي 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 بصير هيموريج بنسمي او بليدنج يعني في الحبل الصوتي، وهذا البليدنج بصير عليه التليف. اوكي هاي بسميها فوكال كورد نوديول. الحل ريح صوته، مش الحل على طول عمليات، ريح صوتك 95% حالة تروح. وهنا كمان بيجي الكولابوريشن الانتر ديسيبلينري المالتي ديسيبلينري تيم اللي حكى عنه، اذا في جنبنا سبيتش ثيرابيست اخصائيين نطق بيعلموا المريض كيف انه يحكي بطريقه يكون مريح ماشي. مرات تصير لحميات خصوصا اللي بدخنه، خصوصا اللي بيكون عندهم ريفلكس، بنحل الاريتنت بنشيل التدخين بنشيل الريفلكس بنشيل هاي الاشياء كلياتها، بعدين اذا ما تحسنت نروح على العمليات بنشيلها. طبعا العمليات مش بنجرح من برا، كله عن طريق الفم. اوكي بالمنظار هسا اذا شلنا الاشي الموجود وراح الاريتيشن بيرجع كويس، لكن ظل سموكر شلنا الهاي راح ترجع مره ثانيه على الفاضي. مرات بصير في شلل بالحبل الصوتي، واحد سواء واحد فيهم او اثنين فيهم شلل، ومرات لما يصير شلل ممكن يصير في مشكله بالنفس. اوكي مرات بيكون في كتل على الحبل الصوتي لازم ناخذ منها عينه، اذا شفنا كتله زي هاي او زي هاي اقلي از اقلي هاي سرطان. اوكي نروح على العمليات ناخذ لنا عينه طلعت سرطان، نعمل شيء اسمه ستيجنج للسرطان، نعرف وين هو شو درجته باي مرحله. مرات بعض المراحل تحتاج بس علاج اشعاعي، مرات اشعاعي وكيمو، مرات لعمليه نضطر نشيل كل الحنجره، مريض شلنا له كل الحنجره طلع هاي الحنجره هون نشيل كل الحنجره، بعدين ايش بصير يتنفس من الرقبه طول العمر. اوكي وبعدين بنخيط الشيء اللي هون اللي هون بنخيطه على بعض بصير تيوب للاكل وتيوب للنفس ماشي. طب كيف بده يحكي؟ نعمل له فتحه صغيره بين هذول تيوب الاكل تيوب النفس، نحط فيه صمام للكلام عشان يصير يسكر ويحكي اه زي ستيف هوبكنز. اوكي بس هو مش استئصال حنجره، كان شيء اسمه فتحه لغاميه عنده، شيء ثاني اخف، مرات بعض المرضى هيك بنعملهم. كتل اوكي شكرا، كتل في الرقبه، انا بدي امشي على الاشياء المسكونسبشنز وراح نخلي لانه ما ضلش وقت. اوكي كتل في الرقبه، معظم كتل الرقبه ممكن كتل الرقبه تكون شيء حاد وممكن تكون شيء صار له زمان. اوكي بفرق انا طريقه التفكير،
بمعنى والله انا الوز نزله بعدين حسيت انه في عندي شيء هون. هاي الغدد الليمفاويه اللي حكي اللي كانوا زمان يحكوا عنها الوز وقعت صح، بس الغدد الليمفاويه اللي صرفت هاي لازم انا اكون مخروع عليها. يا بي دروح الدكتور بدي اعمل صور وفحوصات بدي اعملها عمليه، لا بعملهاش شيء، بسيبها بحالها بطيب هون بطيب هون. لكن اذا طولت مثلا قعدت اكثر من شهر مثلا وقتها لا بدي اعرف شو هذا اللي طول كويس، بروح على الدكتور عشان نعرف شو هذا. معظم الكتل في الرقبه هي غدد ليمفاويه، في ممكن غدد رقيه، غدد نكافيه، غدد لعابيه، باشياء مختلفه من الجلد من الدهن من كذا حسب مكونات الرقبه، يعني ممكن يطلع منها اي شيء، ممكن يكون حميدي ممكن يكون خبيث. خبيث طبعا نحكي ورم حميدي ورم خبيث، ورم خبيث يعني سرطان. يعني بعض بيجينا بعض المرضى مرات يجي يحكي الدكتور يعني الورم اللي عندي هو حميد ولا خبيث، بقول له خبيث. بعض المرضى بيقول له خبيث، يقول له دكتور يعني خبيث سرطان ولا مش سرطان؟ لا هو الورم الخبيث يساوي سرطان. فهي بس عشان تعرف ورم ممكن يكون حميد ممكن يكون خبيث، الورم الخبيث يساوي سرطان. اوكي، لان مرات احنا اذا ورم مثلا كتله في الرقبه وطولت نوديه على دكاتره الباثولوجي اللي هم اخصائيين الانسجه، او يعني بناخذ عينه خلايا منها نوديها للزراعه نعرف شو هي. طبعا بنعملهم صور ممكن طبقيه ممكن صور رنين ممكن هاي الاشياء كلياتها. والله طلعت حميدي بنناقش مع المريض هاي حميديه طلعت من كذا سيبها بحالها، او خلينا نروح على العمليات نعملها عمليه. طلعت خبيث برضو اجين نعملها ستيجنج شوف شو درجه السرطان كويس، وبنتناقش اكوردنجلي علاج اشعاعي علاج كيماوي عمليه مع علاج اشعاعي عمليه لحال حسب شو الورم من وين جاي من وين رايح. صور طلعوا هون هاي صوره رنين مغناطيس، طلعوا هاي الكتله مش موجود، طلعوا قارنوا بالجهة الثانية هون مش موجود، طلعوا هاي كتلة كاملة هون موجودة. أوكي، مرات من الغدة الدرقية، مين فينا مش سامع عن الغدة الدرقية؟ كلكم سامعين الغدة الدرقية، بتفرز هرمونات تخلينا نشيطين، تخلي كل خلايا الجسم نشيطة. فلما تكون كسولة تكون كل خلايا الجسم خامل، تكون نشيطة كثير زاد عن اللزوم، واحد يظل يوكل بخف وزنه مش عارف ايش، بتحرك دائما معصب دائما كذا صح. مرات بيطلع عليها حبات الغدة الدرقية، ترى العلم 20% من الجنرال بوبوليشن عندهم حبات على الغدة الدرقية لو عملت لهم الترا ساوند، مش شيء بنحسه مرات الترا ساوند. يعني من كل 5 في واحد اجي ابطح كل من ابطح 5 الشعب واعملهم استئصال غدة درقية، لا برضه اجين بدخل بابره فيها بعرف شو هي، وبناء على نتيجة الخلايا اللي بتطلع بنقرر مراقبة او بشيل نص الغدة او بشيل كل الغدة، ممكن بعدين شيء اسمه علاج باليود المشع بعديها حسب شوي. اوكي، في غدد لعابيه، في منهم الغده النكافيه مرات برضه بيطلع منها اورام، هاي بالعمليات غده نكافيه شو مشكله تمر فيها العصب السابع الفيشل نير، خلينا نغمض نلتسم هاي الاشياء ونصفر وننفخ ماشي الحال. فاسوا شيء بالغده اللعابيه النكافيه لما نعملها عمليه ممكن لا سمح الله ينضرب العصب السابع، عشانك مش كل الناس ايش غده لعابيه، احضر غده اللعابيه تفرز لعاب. اوكي، فالآن فدائما بدور وين العصب السابع موجود وبنلاحقه وبنحافظ عليه ونشيل الورم الموجود. الجيوب هاي مقطع من الأمام، الوتيرة الأنفية، مش كل شيء في الأنف جيوب يا جماعة. أوكي، في وتيرة أنفية، في قرنيات أنفية، ممكن في تضخم بالقرنيات، ممكن انحراف بالوتيرة الأنفية. طبعا مش كل شيء بشوفه لازم أعالجه حسب المريض من إيش بشكي كويس، فشو بشكي المريض زائد شو انا بشوف بنقرر شو العلاج. ممكن العلاج يعني مثلا يعني هاي جست هذا بس رسم كاريكاتوري يعني تهكمي، يو هاف ذا انكومن كولد، هي كومن كولد اوكي ماشي، بس يعني من باب التهكم. طبعا معظم التهاب فيروسي اللي هي الرشحه، التهاب فيروسي بطيب لحاله ما بده دائما انتي بايوتيك الا اذا طول زي ما حكينا اكثر من اسبوع. اوكي، في حساسيه في الانف في الجيوب الانفيه، مش شرط الحساسيه مرض ما بطيب، اذا عندي حساسيه من هاي الشغله الحل ابعد عنها. معظم حساسيه الجيوب الانفيه اشياء بتنفسها بالهواء للاسف كويس، فهذا بصعب العلاج. فعشان هيك الادويه اللي بنعطيها للناس مثلا ممكن نعملهم مرات شيء اسمه سكين تيست، نحاول نعرف من ايش بتحسس. بس المشكله هاي بس 25 ماده، لكن في مواد محسسه في العالم كثير بنعطي ادويه مرات حبوب مرات بخاخات للحساسيه للتحكم بالاعراض وليست للشفاء. هي تعليق على كلمتك انه والله الجيوب ما بتطيب، لا هو إذا حساسية الجيوب بده يضل ياخذ أدوية تحكم بالأعراض. نعمل عمليات للي ما بتحسن على الدواء عشان يصير تحسن على الدواء فقط، مش الهدف والله أنا شلت لك الجيوب، كلنا عندنا جيوب، مش إنه السؤال فيها حساسية فيها التهاب فيها مشكلة. هاي وتيرة، انحراف وتيرة، هاي عظمة زايحة هسه هاي بنعدلها. هون اللحميات بالأنف لها عدة أنواع اللحميات، لكن معظمها سببها التهاب مزمن في الأنف. أوكي، عمليات الجيوب بالمنظار تنعمل، زمان كانت الأول تكنيك بالسبعينات لحد 84
انه دائما نعمل جرح من عن طريق الفم او من الوجه او كذا، هسه صار بالمنظار rarely ever نروح نفتح جروح خارجية، كله عن طريق المنظار صرنا نعمله. السمع لما بدنا نسمع بتيجي الموجات الصوتية اخر يعني موضوع صغير. اوكي، الاصوات كيف نسمع؟ احنا تيجي الاصوات على الاذن الخارجية على الطبلة، بتهز الطبلة، بتهز معها العظيمات، في سائل داخل الاذن الداخلية بهز السائل، في الاعصاب هون داخلة في جواته في القوقعة. اوكي، بعدين ايش؟ العصب السمعي بيروح للدماغ، والدماغ عندنا بعدين بسمع، هيك بصير. فاذا واحد عنده مشكله بالسمع ممكن تكون مشكله بالطريق او مشكله بالعصب يحس بنسميه، يعني سواء بالقوقعه او بالعصب او بالدماغ بالطريق لجوه. اوكي، عصب يحسي سواء قوقعه جوه او بالطريق. فاذا واحد عنده مشكله بالسمع بده يراجع طبيب، نعرف مشكله توصيليه في الطريق ولا مشكله عصبيه حسيه، بفرق كثير. اذا واحد عنده ثقب بالطبله ممكن ياثر على السمع، واحد عنده سمع متجمع ممكن ياثر على السمع، واحد عنده مشكله بالقوقعه برضه بياثر على السمع. فبس كل وحده لها علاج مختلف. بس بدي احكي لكم، بعض الناس تحط سماعات خصوصا عندهم مشكله عصبيه حسيه، سماعات في الاذن. بعض السماعات تكون behind the ear ورا الذان، بعض السماعات in the ear يعني بتكونش لها ورا الذان، بتكون جو جزء، في بعض سماعات in the canal جوا القناه السمعيه الخارجيه بتكون مش مبينه. طبعا هاي ايش بعض الناس بيحبش انه تبين. اوكي، لكن طبعا هذا بيعتمد قديش مقدار السمع. في اخر معلومه، بعض الاطفال بنولدوا عندهم مشكله بالسمع عصبيه حسيه بالقوقع، يعني من القوقعه والعصب، ماشي، من القوقعه مشكله خصوصا التزاوج الاقارب، يكون عندهم مشكله في شيء اسمه زراعه قوقعه بجوز سمعته. اوكي، زراعه القوقعه مش بجيب قوقعه من بني ادم بحطها ببني ادم، لا، هو عباره عن جهاز. اوكي، بيكون له الكتريد اري، وهذا بيتطور قاعد، ما انه يعني في تكنولوجي بنحكي عن الابداع والابتكار. اوكي، الكتريد اري بندخلها جوا القوقعه، بصير هذا تحت الجلد، هني خلصت اخر معلومه، هاي تحت الجلد، هون بيجي ماجنت مغناطيس، هذا الماجنت عباره عن ريسبتر او يعني ريسيفر للساوندز بتنحكى، بعدين عن طريق بيكون بلزق على الماجنت اللي هون بينهم الجلد، بيعطي معلومات لهذا الريسبتر، وهذا بيعمل بروسيسنج، بدخله عن طريق الالكترود اري للعصب اللي داخل القوقعه اللي هو اصلا شغال المفروض، احنا بنكون عاملين له فحوصات حتى نعرف، بعدين بصير عندنا السمع. اوكي، هاي بسميها زراعه قوقعه. طبعا هذا عمل كثير، زراعه القوقعه عمل كثير، يعني اول زراعه قوقعه انزرعت في العالم سنه 1979 باي.